بالمناسبة فإنني أقول أختم هذه الكلمة عن موضوع البحرين بدعوة لحكام البحرين أن يتقوا الله جل وعلا، لأن البحرين فيه مظالم. نعم، البحرين وصل فيه الفساد من أمور جوانب كثيرة، قد تكون ما حدث عقوبة لهم، وكل يعرف هذا الأمر، فعليهم أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى الله جل وعلا. حكام البحرين من أهل السنة، أقول يرجعون إلى الله جل وعلا ويحكموا شرع الله في الجميع، يحكم شرع الله في شعبهم من السنة ومن الشيعة، وينصف الناس ويعدل معهم ويبعد المظالم ويبعد الفساد حتى لا تصبح مرتعا للفساد، وهذه عقوبة عاجلة. نسأل الله يكفينا شرها.